أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد نذرت بأن أذبح ذبيحة إذا تحقق لي أمر، وقد وفيت بنذري ولكني أكلت من هذه الذبيحة، والسؤال: هل يجزئ هذا النذر أم أذبح غيرها؟ إذا نذرت أن تذبح ذبيحة تصدق بها على الفقراء والمحتاجين هذا نذر طاعة، هذا نذر طاعة يلزمك الوفاء به، ولا تأكل منها إلا إذا استثنيت. إذا قلت وآكل منها، ما إذا لم تستثني فيجب صرفها للمحتاجين والفقراء، لأن هذا نذر طاعة، فلا تأكل منه شيئا، لأن ما تأكله ينقص من النذر، فلا تأكل منها إذا كان هذا هو القصد، أنك تصدق بها على المحتاجين. أما إذا كان قصدك أنك تذبحها لربعك وإخوانك فهذا تخير بين فعله وبين كفارة يمين، لأن هذا من نذر المباح. الإنسان إذا نذر شيئا مباحا خير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم.